على الرغم من الصعوبات التي يواجهها في حياتي في الوقت الراهن، إلا أنني كنت محظوظا بالعثور على كتب لعدد من أعظم المؤلفين في تاريخ البشرية. وأرجو أن لا يفهم كلامي هذا على أنه نوع من الجحود، إلا أنني باشرت جهادي الخاص لأجل هذا الصرح المؤلف من عدة أجزاء. هذه النسخة ترجمت من قبل بروفيسور متخصص بالأدب الفرنسي بالقاهرة، وهي لمؤلفات مارسيل بروست التي أقرأها للمرة الأولى، والمؤلفة من 7 مجلدات تم إرسالها إلي عن طريق موقع لشراء الكتب في بيروت. قد يكون بروست طفلا يهوديا مدللا، وربما لم يختبر مصاعب الحياة الواقعية التي نعيشها، لكن هذا لا يلغي حقيقة أن بروست قد اكتشف معاني مختلفة للحياة تبقى مناسبة لنا جميعا حتى اليوم. وهنا يكمن مفتاح اللغز في عنوان الكتاب: البحث عن الزمن الضائع. لا شك بأن هذا العنوان لم يكن عشوائيا، فالعمل مفعم بالأسئلة الفلسفية العامة التي تحمل رسالة كونية. يريد الكاتب منا أن نجد السبيل الأمثل لكي لا نهدر وقتنا، وأن نعيش حياتنا بمعناها الحقيقي وبالصورة المناسبة. يحاول الراوي 3 أشياء يعتقد أنها قد تحمل معنى الحياة، ليكتشف أن ثالثها هو الخيار الوحيد المقبول. أولاً، المكانة الاجتماعية. يعتقد الراوي في بداية الرواية أن السعادة تكمن في التعرف على نخبة المجتمع الأرستقراطي الفرنسي، ويركز هنا على عائلة واحدة هي عائلة دوق ودوقة جيرماند. فإذا تمكن من تناول العشاء في قصرهم فإنه سيعرف معنى الرضا الحقيقي، وعندما ينجح في تحقيق هدفه يكتشف بأن التجربة لم تكن على مستوى توقعاته على الإطلاق. فالدوق والدوقة شخصان مملان، متكلفان وسطحيان، لذا يقرر أن محاولات الارتقاء في المجتمع المخملي لن تذهب به نحو تحقيق أحلامه. يقرر عندها أن يحاول شيئا آخر، والحب. يحاول التقرب من حسناء شابة اسمها ألبرتين التي تصده لفترة طويلة. عليه إذن أن يثبت رجولته وأن يؤكد لها أنه جدير بحبها. تنجح محاولاته أخيرا ويقعان في الحب، ولكن أي خيبة أمل في هذا الحب؟ فالحب ليس كما يقال عنه، يتخيم عليه الغيرة والصراعات والمرارة. يحول الراوي عندئذ اهتمامه نحو شيء آخر، هو الفن. ما يعنيه بالفن والحياة الفكرية والإبداع والفلسفة والتأمل، فهذه هي المقومات الوحيدة التي تحمينا من خيبات الأمل ومصاعب الحياة. علينا إذن أن نتخلى عن السعي وراء المال والحب، وأن نعيش بهدوء وسلام في قلب المفاهيم العظيمة والنبيلة للفن. إنها الرسالة الرائعة التي نستخلصها من المجلدات 7 لهذه الرواية الاستثنائية. أوصيكم أن تبذلوا الجهد لتقرأوا مؤلفات بروست. قد تبدو فكرة قراءة 7 مجلدات أمرا صعبا، ولكن لديكم الكثير من الوقت، وكما يقال فإن النحلة لا يجمع كل الرحيق في يوم واحد. الأفلام الدعائية أو البروباغاندا من هذا المنطلق ليست كلها سيئة من حيث المبدأ، فالبروباغاندا بالأساس هي دفاع محموم عن شيء ما، وهي سيئة أو جيدة بقدر الموضوع الذي تدافع عنه. كان هذا دفاعا قصيرا عن مارسيل بروست.